نمشيو للدقيقة الدقيقة 31 تدخل ديال لاعب الماس الانذار الثاني. هنا خليت كذلك اشوف هذه اللقطة وهذه اللي ربما غابت على جلال جيد، يمكن ما كانش متوضع بشكل جيد. انا بالنسبة لي هنا شوف تدخل ديال اللاعب رقم 50 فريق المغرب الفاسي. شوف نتمنى تشوف معايا اللقطة بشكل، انا كنت شوف شوف الرجل ديالو هنايا، شوف شنو غايدير هنايا. هنا اللاعب انه اللاعب رقم 50، شوف كيفاش غادي يشيط الرجل ديالو، شنو بشكل واضح ما تحتاجش الى نقاش، ما تحتاجش الى اجتهاد. هنا كل ما كانش الحذاء ديال اللاعب مرابط كانت ممكن توصل الى الورقه الحمراء، الى الورقه الحمراء، لان هنا كاين واحد الحاجز اللي كيحاول انه يقلل من الصدمه، من الصدمه، لان هنا اللاعب ديال الفريق المغربي الفاسي استعمل اقمص القدم ديالو السوميل ديالو، وهنا كان كيستحق انذار ثاني اللي هو كيساوي الطرد. هنا الحكم كان عنده راي اخر، عنده صفره في الدقيقه 29 خدا الصفره. وبالتالي انا بالنسبه لي هذه من المسائل هنا نتمنى يستحق الانذار الثاني، وبالتالي غادي تطرد.